Bonjour et bienvenue à apprendre le français. اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات السكولات التعليميه. عشان تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتتابعوا الحلقات اللي جايه لازم تكونوا مشتركين في القناه وتفعلوا كمان رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده هنكمل مع بعض حاجه مهمه جدا هي فيرب اسمه prendre او prendre. الفيرب ده بيجي بكذا معنى. تعالوا نشوف الاول كنا بناخده على اساس انه معنى ايه. prendre كان بيجي بمعنى ياخذ اللي هو في العادي خالص معنى prendre ياخذ. طيب ياخذ ايه؟ ممكن اقول je prends un stylo انا باخد قلم, je prends un crayon قلم رصاص, je prends اي حاجه من ادوات المدرسيه un livre un cahier. طيب دي انا باخد اشياء. طيب في برضو حاجه بمعنى je prends un taxi معناه اخد تاكسي او بمعنى يركب, يعني لو ترجمناه بشكل واضح انا بركب تاكسي. Je prends le bus انا بركب الاوتوبيس, مش باخد الاوتوبيس يعني باخده بمعنى بركبه. طيب الفيرب برضو ده بيجي في حلقة النهاردة بالمعنى اللي انا هقوله, هو بمعنى يتناول او بياكل او بيشرب اللي هو بياخد وجبة من الوجبات او بيتناول شيء من الاشياء. طيب زي ايه بالظبط؟ قبل ما نقول زي ايه لازم نكون طبعا مصرفينه وعارفين هو ايه بالظبط. طيب verb prendre زي ما ظهر عندنا هو اخره r e, يبقى ده مجموعة اولى. لا المجموعة الاولى كان بيبقى اخرها er, ده اخره r e, معنى كده ان هو مجموعة تالتة troisième group او لverb irrégulier من الافعال الشاذة, يعني بتصرف زي ما احنا هننطقه وزي ما احنا هنحفظه بالظبط. نقوله مع بعض je prends je prends tu prends tu prends il prend il prend elle prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent. طيب تعالوا ننطقوا من غير الاغ عشان ما تلخبطناش. verb prendre je prends je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. طيب لو لاحظنا برضو الفيرب عندنا اول ثلاث ضمائر اللي هم جو وتو ايل وال بيجي معاهم دي, اخر ثلاث ضمائر نو فو الى فيك اس الافيك اس مفيش فيهم دي. ده يمكن يسهل عندنا الحفظ شويه. احنا على قد ما بنقدر الافعال الشاذه بنحاول نوجد طريقه ان احنا سهله نحفظها بيهم. طيب تعالوا بقى نقول ازاي نكون جمله افيك فيرب بروندر. احنا زي ما اتفقنا انه بمعنى هنا يتناول, ممكن اقول جو برون دو تي انا هتناول الشاي او هاخد شاي, جو برون دو كافي القهوه هتناول قهوه. طيب معنى كده ان هو جاب دي برضو مشروبات او ممكن ماكولات, جو برون دو لا فيوند جو برون دو بولي ايا كان. ايه دو دو لا واللي احنا قلناه دول؟ دول اسمهم لي ارتيكل بارتيتيف. لي ارتيكل بارتيتيف اللي هم ادوات التجزئه بنستخدمهم مع المأكولات والمشروبات. ليه؟ لان احنا مش هينفع نقول باخد واحده شاي واحده قهوه, لا هو بتجمعها على اساس ان احنا نقولها في جمله كامله شاي او قهوه بس بشكل سليم. طيب الارتيكل بارتيتيف دول زي ما اتفقنا اهو, قلت مره دو لا دو لا, قلت مره دو, قلت مره دي, يبقى معنى كده ان هم ليهم اكتر من استخدام. طيب يعني في ماسكولين اللي هو المذكر دو, فيمينا المؤنث دو لا, بلوريال الجمع دي, اي كلمه بادئه بحرف فويال بتاخد دو ال ابوستروف. يبقى نقولهم مره تانية دو ماسكولين دو لا فيمينا دي بلوريال دو ال ابوستروف بور لو فويال او لي فويال. مرة تانية دو دو لا دي دو ال ابوستروف. طيب احنا خدنا مأكولات قبل كده, تعالوا نقول حبة منهم زي ما اتفقنا. جو بران دو لا فيوند, لي دو لا فيوند عشان كلمة فيوند فيمينا. طيب تعالوا نختار كلمة مختلفة, عايزين كلمة جو. جو اللي هي عصير. جو بران jus masculin, je prends du jus.
فروي. فروي هنا بلوريال جمع، هتبقى je prends des fruits. طيب في كلمة اتفقنا انها اساسية في الحياة، كلمة او. او اولها حرف الاو، يبقى حرف من الحروف الفويال، عشان كده هتاخد de l'apostrophe. je prends de l'eau. je prends de l'eau. يبقى معنى كده ان احنا عرفنا ازاي نحط الجملة كاملة باستخدام article partitif، باستخدام verb prendre، وكمان باستخدام المأكولات والمشروبات اللي احنا عارفينها. طيب في حاجة مهمة جدا برضو حابين نقولها، في مثلا كلمة sandwich. sandwich ما اقدرش اقول عليه دو، ليه؟ لان sandwich حاجة بتتعد، ممكن اقول un sandwich، deux sandwich، trois sandwich، فطبعا ممكن استخدم، ينفعش استخدم غير ال ان او الان اللي هما الارتيكل انديفيني، ادوات النكره. يبقى ما نلخبطش الدنيا، نعرف ان الحاجات اللي مش بتتعد او اللي هي بنستخدمها في الاكل، الحاجات اللي غير قابله للعد، بتستخدم الارتيكل بارتيتيف، ادوات التجزئه. طيب تعالوا نحط كل ده بقى نلغيه خالص، واحنا عايزين نقول احنا مش بنتناول الحاجات دي خالص، يبقى كده هنستخدم حاجه مختلفه هي لا نيجاسيون. لا نيجاسيون يعني النفي. يعني ايه؟ يعني الجمله اللي انا قلتها حالا هحطها في ان انا ما عملتهاش خالص، ان انا عايزه انفيها. هقولها ازاي؟ الموضوع بسيط، بيقولوا كل الارتيكل بارتيتيف دول اللي احنا خدناهم اللي هم ايه، دو دو لا دو ال ابوستروف دي، بيتحولوا تماما لدي او او دي ابوستروف في الجملة المنفية. طب هي ايه اصلا الجملة المنفية؟ طيب تعالوا نشوفها كده. لو جينا قلناها في المثبتة je prends du café، اهو الجملة ما فيهاش اي نفي، انا اتناول القهوة. طيب عايزين ننفيها، فاكرين نفكر بعض، كنا بنجيب le او ان ابوستروف لو في الحرف بادئ بحرف متحرك، الفعل بادئ بحرف متحرك، وبعد كده نحط الفيرب في نص الجملة ونرمي البا في الآخر. يبقى مرة كمان كده، je prends du café، je ne prends pas de café. هنا أنا قلت دو ليه؟ شلت دو بتاعت الكافي اللي هي كانت article partitif masculin وحطيت دو عشان تدل على إن أنا ما شربتش أي قهوة خالص، يبقى انا نفيت تماما الحاجه اللي انا بعملها. طيب تعالوا نقول جمله تانية يمكن نفهم منها اكتر، je prends de la viande. je ضمير، prend verb prendre، de la article partitif، viande بقيه الكلمه اللي هي اللحمه، je prends de la viande انا اتناول اللحم، يبقى كده عايزين ننفيها. je هتنزل، ne prend اللي هو الفيرب، pas de la viande، لا de viande، يبقى انا بنفي خالص وجودها او بنفي خالص تماما ان انا عملتها، يبقى دو لا هتتشال، نحط مكانها دو، حتى لو هي فيمينا ملناش دعوه، دو هيمشي على كل حاجه، فيمينا او ماسكولين او بلوريال. لكن الفويال لوضع مختلف، لو جيت اقول اهو je bois، خلينا نغير الفيرب شويه طالما احنا عارفين الفيرب خلاص، je bois de l'eau انا اشرب الماء، اهو اول حاجه نبص عليها واحنا بنكون جمله في النفي الفيرب. ليه؟ لان احنا نحط النو قبله والبا بعده، يبقى الفيرب عندنا في الجمله هو bois اللي هو اصله فيرب boire. je bois de l'eau، je ne bois pas d'eau. دو هنا بقت دي ابوستروف. ليه دي ابوستروف؟ عشان كلمه او بادئه بحرف فويال. لو جينا نقول جمله زي جو مونج اون بانان، هنحولها ازاي؟ طب اون دي مش ارتيكل بارتيتيف، مش اداه تجزئه، هي اداه نكره، بس احنا لو عارفين ان قاعده النفي الاصليه كنا قبل ما نشرح الادوات بتاعه التجزئه كنا برضو بننفيها باستخدام ان احنا بنشيل ال ارتيكل انديفيني الادوات النكره ونحط برضو مكانها دو او دي ابوستروف، يبقى هتتعامل نفس المعامله. je mange une banane، je ne mange pas de banane. طيب ممكن نحولها، ممكن نستخدم اي فاكهه تانية برضو احنا هنقولها لان احنا عايزين نذكر الفواكه برضو. je mange une pomme، une pomme.
بوم اللي هي تفاحة. Je ne mange pas de pommes. De pommes. طيب خلينا نجرب حاجة جمع. Je mange des raisins. Des raisins. العنب. Je mange des raisins. طيب هشيل الغزان. عايزين نحط حاجة تانية. Je ne mange pas de raisins. De raisins. عايزين ننفي تماما وجود ان احنا اكلنا عنب. لو جينا برضو قلنا je mange une poire. Je mange une poire. عايزين ننفيها تبقى je ne mange pas النفي de poire. طيب جملة تانية je mange des oranges. هتبقى je ne mange pas d'orange. ليه حطينا دي أبوستروف؟ عشان كلمة أورانج بدأ بحرف فويل. نركز كويس جدا وناخد بالنا إذا كانت الكلمة بدأ بحرف فويل ولا حرف ساكن اللي هو كونسون. طيب تعالوا نشوف برضو احنا كده قلنا سريعا لفخوي الفواكه. تعالوا نعيد عليها سريعا كده كلمات بس. عندنا une banane, une poire, des raisins, des oranges, une pomme. نقولهم مرة كمان. Une banane, une poire, des raisins, des oranges, une pomme. طيب كده احنا سريعا اخدنا النيجاسيون. لا نيجاسيون اللي هو النفي. وخدنا جمل مثبتة وجمل منفية. وعرفنا الفرق ما بين ال دو والدولار دو الابوستروف ودي اللي هما لي ارتيكل بارتيتيف الادوات بتاعه التجزئه. طيب تعالوا نقول شويه كلمات بتدل على الماسكولين او الفيمينا او البلوريال مع بعض. عندنا مثلا بان. كلمه بان دو دولار دو الابوستروف بالظبط هي ماسكولين عشان كده اخترنا لها دو. طيب كلمه زي فيوند. فيوند فيوند فيمينا هتبقى de la viande. طيب في كلمة خادعة كلمة fromage. fromage اللي هي جبنة عربي بس هي اخرها او بالفرنسي. بس احنا متفقين ان الحاجات اللي اخرها او بتبقى فيمينا بس دي كلمة خادعة اخرها او بس masculin عشان كده هتاخد du. du fromage. اسهل حاجة في الدنيا الكلمات اللي اخرها حرف الاس اللي بتبقى بلوريال الجمع زي كلمة fruit اللي هي الفواكه دي فخوي. طبعا هستخدم دي. طب في كلمة برضو بتخدعنا كلمة جو. جو اللي هو عصير كده كده الحرف الاس موجود في الكلمة بقى هتبقى دي جو. دي جو هنستخدم عشانها الماسكولين اللي هو المذكر. طيب عايزين نقول جمل باستخدام فيرب بروندر هنعمل ايه؟ هنقول مثلا جو بران دو كافي. جو بران دو بولي. ممكن استخدم مأكولات او مشروبات. طيب ممكن برضو استخدم verb prendre لكذا استخدام زي ما اتفقنا ان هو برضو بمعنى يأخذ او يركب اي وسيلة مواصلات. عندنا هنا زي ما اتكلمنا عن les articles partitifs اللي هي ايه؟ اللي هي ادوات التجزئة. طيب les articles partitifs المفروض ان هي بتبقى masculin singulier او feminin singulier voyel singulier او pluriel. طيب ايه كل الكلام ده؟ الماسكولين singulier اللي هو المفرد المذكر بياخد الارتيكل partitif du. الفيمينان singulier بياخد الارتيكل partitif de la. الفويل singulier بيبقى de l apostrophe. البلوريال طبعا دي. طيب عايزين نقولهم كده مع بعض الإكزامبل على الماسكولين أو الوحدة. دو كرواسون دو لي دو سكر دو بواسون. دو لا للفيمينان زي إيه الفيمينان الإكزامبل بتاعتها دو لا سالاد دو لا فياند دو لا ليموناد. الفويل اللي هي الحروف المتحركة طبعا لما بتكون سنجليه بس اللي هي مفرد بادئ هنا بحرف الأو يبقى على طول نحط دو ال أبوستروف. De l'eau. De l'eau هي الماء. دي للبلوريال بكل أنواعه وأشكاله. البلوريال مسكولا أو فمينا أو كمان فويل. عندنا دي فريت ودي بات. يبقى كل دول لي زارتيكل بارتيتيف. الفيرب اللي معانا برضو هو فيرب براندر. فيرب براندر اللي هو يأخذ أو يتناول. عندنا هنا
طبعا هو من الافعال الايرجوليه لي فيرب ايرجوليه بيتصرف زي ما هو كده بنحفظه je prends tu prends il prend elle prend nous prenons vous prenez ils prennent elles prennent. لو لاحظنا اول ثلاثة فيهم حرف ال دي اخر ثلاثة ما فيهمش حرف ال دي وكمان بنعمل دوبل ان للال افيك اس والال افيك اس. طيب ناخد اكزامبل عليه بس من خلال لا نيجاسيون نشوف النيجاسيون بيقول لنا ايه اللي هو النفي. امي نو بلس فيرب بلس با بنحط نو والفيرب وبعدين خالص با. طيب نو بيفون دو لا ليمونات نو بيفون دو لا ليمونات احنا بنشرب ليمونات طبعا ده فيرب بوار. طيب احنا عايزين ننفي الجمله دي بنحطها في النيجاسيون يعني بنشوف الفيرب فين اللي هو فيرب بوار اهو متصرف مع نو بيفون هنحط نو والبا بين الفيرب نو نو بيفون با دو ليمونات. طب هنا لاحظنا حاجه لا اختفت ليه بيقول لنا كده عشان اي حاجه من الارتيكل بارتيتيف اللي احنا خدناها بتتحول لدي او او دي ابوستروف. لو الفيرب بادئ بحرف فويل يعني ايه فويل يعني زي الا والاو والاي والكلام ده كله عندنا زي اكزامبل اهو فيرب امي جيم لا باستيك باستيك هنا بمعنى البطيخ جو نيم با لا باستيك. طب هنقول ان هنا لا ما تحولتش زي فوق هنا كانت اتحولت الدو لا بقت دو هنا ما تحولتش لان دي مش ارتيكل بارتيتيف دي ارتيكل ديفيني. Je vous présente les repas chez moi يعني انا بقدم لكم الوجبات عندي هنشوف هنا الاكزامبل بتاع كل وجبه بيتقال ازاي باستخدام طبعا فيرب prendre او manger او boire. هنا اول حاجه بيقول لنا je prends mon petit déjeuner le matin le matin يعني الصبح. Je mange du pain et du fromage. Je bois du thé au lait. طيب قال لنا برضو السور ما أخته بتاكل إيه وبتشرب إيه. Ma sœur mange du pain et de la confiture. Elle boit du café au lait. بعد كده mon petit frère aime boire du lait. Il mange un œuf et du ou un croissant. طيب هنا قال لنا كل التفاصيل بتاعة الفطار عنده. عندنا هنا ديالوج جميل جدا الديالوج طبعا اللي هو الحوار entre un client et un garçon. Un client اللي هو الزبون والgarçon اللي هو الgarçon اللي بيكون بيشتغل في الرستوران pour réserver une table au restaurant عشان يحجز مائدة في المطعم. طيب الحوار الدار ازاي طبعا هنقول اهو الكليون garçon client garçon طبعا مش هنقولهم تاني احنا هنقرأهم على طول كأنه ديالوج بالزبط. طبعا هنا اكيد باين ان هو الديالوج ده في التليفون عشان قال له الو الو ريستوران ريزو وي بونجور مسيو بونجور مسيو جو فودري ريزيرفي اون تابل بور سو سوار ا كالور ا 9 سي بوسيبل وي مسيو بور كومبيان دو بيرسون بور دو بيرسون سي ا كيل نون Monsieur Marc. D'accord, monsieur. يعني ايه الكلام ده كله؟ اهو زي ما شفنا بيحجزوا مائدة. طبعا في الاول خالص استخدم je voudrais للطلب بأدب او باحترام انا اريد. Réserver une table. احجز ترابيزة في المساء. طيب الساعة كام بقى لو في المساء؟ à 9h. طبعا السؤال عن الساعة كان à quelle heure؟ هنا الرد à 9h. فقالوا pour combien de personnes؟ عشان كم شخص؟ pour deux personnes. C'est à quel nom باسم مين؟ باسم مسيو مارك. طبعا يبقى احنا كده عشان نحجز حاجة بنحدد الور الساعة الور بنحدد لو نومبر دو بيرسون وبنحدد كمان النوم الاسم بتاع الشخص اللي بيحجز. كايي داكتيفيتي شوازي لو بون مو هنختار الكلمة الصحيحة. طبعا الاكزرسيس ده لو لاحظنا كده واحنا بنبص هنلاقيه كله بيتكلم على النيجاسيون ازاي بقى هنشوف اهو نو با نو با هنشوفها مع بعض في كل اكزرسيس. Je ne regarde la télévision طبعا قاعدتنا كانت بتقول نحطها قدامنا كده نو او ان ابوستروف بلس فيرب بلس با يبقى هنا Je ne regarde pas la télévision. طيب tu écoutes
با لا غاديو. طبعا هنا في با محتاجين نحط نو ولا ان ابوستروف. الاختيارات مديانة نو ان ابوستروف دو. طبعا نبص على الفيرب لو بادئ بحرف فويل على طول لا ارادي كده نحطها ان ابوستروف. الجملة اللي بعد كده بتقول ال ني با ان اون دو اليف. طبعا هي فيرب اتر بنستخدمه وما بنحطش معاه غير ان او اون او دي حتى في النفي، يعني في الجزء بتاع النفي دول مش بيتحولوا لدي بيفضلوا زي ما هما. طب اللي بتتكلم هي ال، احنا كده عندنا اختيارين ينفعوا ان او اون. دو ما تنفعش خالص لان هي للنفي واحنا في فيرب اتر مش بننفي ونستخدم دو. يبقى هتكون على اساس اللي بتتكلم ال يبقى هنحط اون. طيب نيميرو 4 احمد نا با نقط بالون. طيب عندنا ان بالون ولا اون بالون؟ هي الطبيعي انها ان بالون بس في عندنا نفي يبقى هنستخدم دو. احمد نا با دو بالون. نيميرو 5 بتقول نو نيمون با. هنا بقى فيرب امي، طبعا احنا زي ما اتفقنا برضو فيرب امي بيجي وراه ارتيكل ديفيني اللي هي ادوات المعرفه، يعني نو نيمون با هنا شوكولا ماسكولين هتاخد لو شوكولا. فو نو فيت با نفي برضو، فو نو فيت با دو ديفوار بما ان هي برضو النفي. كده النهارده في حلقتنا كنا اخدنا فيرب بروندر اللي هو ياخذ يتناول او يركب، اخدناه في الحلقه دي بمعنى ياخذ او يتناول. برضو عندنا التصريف بتاعه je prends tu prends il elle prend nous prenons vous prenez il elle prend. كمان اخدنا معاه الجمله كامله باستخدام الارتيكل بارتيتيف ادوات التجزئه du للماسكولين de la féminin de l apostrophe voyelle دي للبلوريال. واتفقنا مع بعض ازاي نعمل جملة في النفي لا نيجاسيون، بنحط نو فيرب با وبعدها بنحط الباقي الجملة بس في ملحوظة مهمة، اي ارتيكل بارتيتيف بنلاقيه بنحوله لدي او دي ابوستروف على حسب هو بادئ بحرف متحرك او حرف ساكن. واخدنا كمان الفروي اللي هي الفواكه زي اون بانان اون بوم des oranges, des raisins و une poire. اتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، ويا ريت تقولوا لنا في جمله كامله وبرده تنفوها انتوا بتتناولوا ايه وعايزين نفي الجمله دي برده في الكومنتات. تابعونا وشوفوا الحلقات اللي فاتت وتابعوا الحلقات اللي جايه، بس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا رمز الجرس واكيد شير ولايك للفيديو عشان نقدر نوصل لكم ونبعت لكم كل جديد. ميرسي ايه اوريفار.